طيب خلينا هلا هون نحول بس نشوف هذا اذا اشتغل كجنريتر كيف بيشتغل بشكل طبيعي كجنريتر. راح ابدا ازيد الان التورك عليه، بدي ابدا ازيد كيف بدي ازيد سرعته، بدي احط عليه تورك خارجي. دكتور بتقدر تغير التي ام، تحط غير التي ام تحطها سبيد اصلا انت تتحكم فيه. مظبوط. خلينا هلا بس طيب خلينا نعمل بلوتنج لمجموعه نقاط على الكيرف، فراح ابدا انزل هذا التورك. هلا قديش كان عندنا على 26.7؟ قديش طلعت معنا السرعه؟ اظن 155 يمكن طلعت معنا، مش هيك؟ خلينا نقيسها بالضبط ونشوف ايش الرقم كان. الرقم هون عم بيطلع تقريبا 150، مش هيك؟ 150.25 تقريبا 150.15. فاذا السرعه، العلاقه بين السرعه والتورك، اذا على تورك 26.7 نيوتن متر اعطانا سبيد مقدارها 150.15 راديان بير سكند. هلا هاي عباره عن النقطه، هاي النقطه على سبيد توركر تقريبا، هاي النقطه. هلا اذا صرت احرك هون من هاي النقطه لهاي النقطه ايش رح يوصل لما بنزل التورك عليه؟ رح نضل ننزل التورك عليه، بعدين رح نحوله لجنريتر بزيد الصوت. فاذا هلا مثلا خليني اخذ قيمه، ناخذ 13 نيوتن متر. فلما نخفف التورك عليه هلا راح اخذ 13 تقريبا اللي هي نص القيمه. راح نعمل الان رن. عشان تسجل القيمه الجديده هناك تحت النهايه. فمثلا هلا هون عندي اذا طلعنا على القيمه الجديده الان وصلنا هون، نقيس السرعة تقريبا زادت ل 153.8، إذا بتحط 153.8 ورد ننزلها مثلا ل 5 نعمل رن. هلا السرعة مالها بتنزل بتقترب من السينكرونس سبيد. سينكرونس سبيد اظن 100 وقديش 58؟ 157. حد يحسب هي تاكد 1500. فصار عندي هلا السرعه الجديده تقريبا 155.8 تقريبا 155.8. رح انزل هلا هاي لزيرو. تقريبا سينكرونس سبيد، هي شوية تورك بس بده يحطه يتقلب على الفيسكس فريكشن عشان اللوسز، بس الفيسكس فريكشن او ذا فيلوس هو ما مبينش بالموديل هون غير الفيسكس فريكشنز بس. فالقيمة اللي وصلها الآن 157. هلا 157 المفروض انها تقريبا السينكرونس سبيد 1500 ار بي ام. هلا شوفوا شو رح نعمل، رح اعكس التورك الآن عليه من برا. بصير جنريتر، بصير جنريتر. شو بصير بسرعته؟ تجاوز السينكرونس سبيد. شو بصير هلا بالباور؟ لو حطيت باور ميتر راح الاقي انه الباور بترجع رجوع من الموتور على السبلاي. دكتور بترجع بتكون فار ولا لا؟ لا واتس برجع، واتس برجع لانه هذه ريل باور هلا عمالها بترجع. لا نيجاتيف تورك ضروري يكون عكس لا لا ما هي فكرة. التورك بعكس الاتجاه بس السرعة ضلينا نلف بنفس الاتجاه. المحرك لسه، مش المحرك لسه سرعته بوزيتيف؟ هلا صار 158 يتجاوز السينكرونس سبيد. هلا اللي صار السرعة لسه بوزيتيف معناه هو ما عكس اتجاهه، هو كان يلف بهذا الاتجاه وضل يلف بهذا الاتجاه. التورك الخارجي عليه ضل يخف يخف يخف، بطل عليه تورك خارجي. هلا اذا هو بلف بهذا الاتجاه وين كان التورك الخارجي عليه؟ معاكس له. خف 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 بطل في تورك خارجي، بس شو صار؟ صار يعاكسه، صار يساعده. فصار التورك بنفس حركه بنفس الحركه ولذلك زادت سرعته. هلا هذا لاحظ انه عندي انا تورك هلا بلف بالبوزيتيف، التورك بوزيتيف والسرعه بوزيتيف، فمعناها الباور شو صارت؟ من اللود صارت بوزيتيف، فكانه الباور الان بترجع من اللود وبتدخل على المحرك. فالان لو جيت حطيت باور ميتر، حطينا باور ميتر هون على على الانبوت، رح نلاقي انه صار عندي نت باور. خلينا ناخذ قيم ثانيه وبعدين نسجلهم. اذا
سجلت القيمة هاي 158، احنا لاحظوا هلا نزلنا تحت الخط تبع التور. هلا اخذنا هاي مثلا ناقص 13 تقريبا 160 تقريبا 160 راديان بير سكند، وناخذ قيمه اخيره نعكس له، نعكس القيمه الاخيره ونحط ناقص 26 26.7 minus 26.7. هلا عم بصير في عنا كأنه قديش صار عندي الفلكتشويشنز هاي بتبين كبيرة، بس هي مش كبيرة لأنه أنا عملت زوم من هون. تقريبا القيمة 162.8 إذا رفعنا السرعة على الباور عمالها ترجع. شو بصير بالكيرف هلا؟ هذا الكيرف شكرا يا لو جينا طلعنا على هذول القيم اللي موجودة هون، احنا عم نشتغل في المنطقة هاي، لو كبرناها هون بالمنطقة هاي عم نشتغل، هي السينكرونس سبيد، احنا بدينا من هون نزل التورك الخارج عليه، بعدين حطينا عليه تورك نيجاتيف من برا، ضل بنفس الاتجاه، لسه عم يلف بنفس الاتجاه، بس الان التورك الخارج عماله بيساعده انه يلف بالاتجاه مش بعكس، فزادت السرعه. انتقلنا من الكوادرنت، اخذنا الكوادرنت، شرحت لكم الكوادرنت، فانتقلنا من الكوادرنت الاول للكوادرنت الرابع. هون عندي بريك بصير، هذا كانه هلا المحرك صار بريك، صار بريك، هو هلا بيعمل تورك معاكس، هو داخليا بيعمل تورك معاكس للتورك الخارجي لانه هو صار جنريتر. الموتور على فكره كنا نحط عليه فولتج وهو يعطيني تورك، مش هيك؟ هلا انعكس، انا احط له تورك خارجي وهو يعطيني فولتج، يعني هو يتكون فولتج لهذا ويتكون تورك داخلي معاكس للتورك اللي خارج اللي جاي من برا. دكتور بس السلك اللي بعطيه باور، مين اللي بعطيه باور؟ مش السبلاي اللي بعطيه باور، لا السبلاي هلا باخذ منه باور. هلا رح نحط باور ميتر ونشوف انه الباور انعكست.